إذن السلام عليكم تلاميذ متتبعي قناة ربيع غزواني، كديرين بخير لاباس عليكم؟ أنا فرحان بزاف باش نحط لكم هذا الفيديو هذا ديال نهار قبل من الامتحان. دونك نهار قبل من الامتحان شنو خصك دير؟ الاستعداد النفسي والبدني والمراجعة وداكشي كامل غيكون عندنا في هذا الفيديو. دونك غندور الكاميرا للصبورة باش نبداو إن شاء الله الفيديو ديالنا. الأغلبية اللي غيكونوا داخلين لهذا الفيديو غيكون باقي لهم الامتحان، باقي لك يومين، باقي لك يومين ثلاث ايام ولا الغد اللي عندك امتحان، سواء محلي سواء جهوي سواء وطني سواء كيف ما كان. دونك اليوم ان شاء الله غادي نوريكم شنو خاصك دير في النهار قبل من الامتحان. بزاف ديال الناس كيكونوا تالفين النهار قبل من الامتحان شنو خصو يدير. واش نهار قبل من الامتحان نحفظ مزيان؟ واش نهار قبل من الامتحان نرتاح؟ حيت كيطراو بزاف ديال الاخطاء. كاين اللي نهار من الامتحان كيمشي كيفورسي على راسو كيبقى يحفظ الليله ديال الامتحان وهو باقي كيحفظ يحفظ يحفظ. غنشوفوا واش هاد الفكره سليمه ولا لا، وغنشوفوا دوك الناس اللي كيقول لك لا نهار قبل من الامتحان خاصني نمشي نعس نمشي نسافر نمشي نلعب، نشوفوا واش هاد الفكره سليمه. دونك هذا هو الفيديو هذا متفقين، وغنعطيكم بعض الحلول بعض الحوايج كيفاش تحسب. المهم كيفاش تحسب كل سؤال شحال خصك تعطي ديال الوقت. مثلا واحد السؤال عليه نقطة شحال خصك تعطي عليه ديال الوقت، واحد السؤال عليه نص نقطة شحال خصك تعطي عليه الوقت، يعني كل سؤال شحال تعطي عليه الوقت. هادشي كامل غتشوفوا في هاد الفيديو على قناتكم ربيع بغزوان. نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي ندوي عليها هو فاش كتوصل نتايا قبل من الامتحان بنهار ولا يومين وكتكون ستريسي مخلوع، كيعني أنك بريباريتي مزيان، حيت إلا كنتي ما بريباريتيش كتكون نيبا، حيت عارف راسك أصلا أنت ما داير والو. متفقين؟ دونك أنت كدوي مع الناس اللي دخلوا وقلبوا طحنوا هاد الفيديو هذا، يعني أوتوماتيكمون غتكون مزيان وغادي في قرايتك مزيان ومراجعتي مزيان مزيان. هادي من جهة. من جهة أخرى يعني فاش كيقرب نهار الامتحان كدا تستريس، داركم كيبداو يسولوا فيك ناري امتى الامتحان امتى كدا، كتبدا تخرج عند صحابك كيبداو الامتحان، الاساتذه كيبداو يقولوا لكم حكا جيبوا قلم اخضر رقوقي من الفوق ازرق من التحت، كيبداو يقولوا لكم داكشي اللي خصكم تجيبوا الامتحان. هادشي كيستريس كتستريس انت كتستريس. دونك انا غنقول لك شنو غدير دونك انت بغاتكم كتفرج فيا اصلا في الفيديو تكون مرتاح. انا بغيتك ترتاح صولاج اجلس وتفرج في الفيديو. اول حاجه داك الامتحان اللي غدوزو ما يخلعكش. علاش؟ حيت داك الامتحان اصلا انت دوزتي ما صعب منه، شي التمارين اللي خدمتي الفروض اللي خدمتي صعب من داك الامتحان اللي غدوز، حيت اصلا الامتحان المحلي والجهوي والوطني الاساتذه اللي كيحطوه على قبل داك التلميذ المتوسط، يعني داك التلميذ اللي ما هو كيقرا مزيان لا هو ما كيقراش مزيان، يعني اصلا داك الامتحان يكون متوسط، يعني ما تخلعش منه ما تستعملش راه شي امتحان ولا بياد اللي كيكون صعيب، اما هذا امتحان عادي تخلع ما والو. متفقين؟ حاول تكون قوي، قول مع راسك انا داك الفرد غنشدو غناكلو، غنشدو غندخل ودخل بحال ما كشت السيلوات وحطو، غنشد داك الفرد غناكلو انايا، ما تخلعش، فهمتي؟ دخلتي وديري مخلوعة غتخلع، اوكي هذي من جهة. من جهة أخرى لو كندوي على أربعة ديال الحوايج خصك تهتم بهم في النهار اللي قبل من الامتحان. دويت لكم في الأول ديال الفيديو على واحد الناس اللي كيقول لك حكا نهار قبل من الامتحان خصني نمشي نسافر، نمشي نلعس نمشي، وواحد الناس تيقول لك لا حكا نهار قبل من الامتحان خصني نحفظ. دونك انا غادي نقول لك جي ما بين هادو وهادو، يعني جي بيناتهم. النهار اللي قبل من الامتحان خاصك طيح الريتم ديال القرايه. كيفاش؟ يعني عاد انت هنا انت فاش كتبدا البريباراسيون، يعني مثلا كيبقى واحد الشهر للامتحان ولا 20 يوم للامتحان ولا 10 يوم 20 يوم امتحان، خاصك تبدا البريباراسيون طو اكسيلاري بالجهد، كتبقى غادي 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 كطيح فيها حتى كتوصل نهار الامتحان، يعني كتبقى غير كطيح في المراجعه طيح 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 حتى كتوصل نهار الامتحان. يعني ماشي كطيح نيشان يعني كتجي وكتمشي تسافر، لا بقى بشويه عليك بشويه بشويه. شافنا هذيك السيمانه قبل من الامتحان خصك تطيح في الريتم ديال القراءه، يعني مثلا اذا كنتي كتريح اربعة السوايع قدام مكتوبه السونزاري تولي تريحها ثلاثة السوايع، تولي تريحها ساعتين شويه تولي تريحها ساعه. نهار قبل من الامتحان كل مادة عطاها غير واحد 5 دقائق 10 دقائق حتى ربع ساعة، مثلا الماط واحد 15 دقيقة، ندخل مثلا فيديوهات ولا شي حاجة ونبدا ندوز، هادي عرفتها هادي فهمتها هادي كدا، صافي حيد 15 دقيقة فقط دوز على الدروس كاملين، ولا شي داد الشهر ديالك ديال الأستاذ بقى دور في الصفاحي، هادي مزيانة، بلاتي هادي نسيت، لا، والشيطان ولد الحرام غيبدا يبين لك أنك راه نسيتي، لا ما نسيتيش، متفقين؟ فين ما تحس براسك شي لعيبة اللي نسيتها، ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغتفكر. متفقين؟ دونك ما تخلع ما والو، قد دور في الصفاحي ربع ساعة 10 دقائق لكل مادة في النهار الأخر صافي، يعني حنا جينا ما بين هذوك اللي قال لك حكا سافرو حكا حفظ مزيان مزيان.
دونك خصك توجد اول حاجه توجد واحد الدعاء ضروري تقولوا النهار اللي غتكون غادي امتحان، ماشي غير في الامتحان، اي حاجه تكون غادي غير تكون عندك شي حاجه، اي حاجه كيف ما كان ضروري كتدخل لجوجل كتكتب دعاء، مثلا دعاء مثلا مريض كتكتب دعاء ومرض كيطلع لك دعاء كتقرا زوين كيبرد تفقين، غتدخل لجوجل تكتب دعاء والامتحان. ولا انا غنخلي لك دابا انا في التصاور يطلعوا لك هنايا تصاور ديال ادعيه، من بعد الادعيه وغنخلي لكم حتى تحت في الكومونتير، وحتى نتوما يلا نتوما التلاميذ ديالي خليو ليا لتحت في الكومونتير الادعيه باش الناس اللي دخل يقرا داك الدعاء وغتاخذ حتى انت حسنات. دونك اي واحد دخل وقرا داك الكومونتير ديالك غياخذ حسنات، وحتى انت غتاخذ الحسنات وكاملين ناخذوا حسنات تفقين. دونك اي واحد عنده شي دعاء ديال الامتحان يدخل تحت ويكتب. دونك ضروري توجد الدعاء ديال الامتحان باش تكتبوا في شي ورقه ما تدخلوش معاك حيت صعيب واحد النقله، غير ملي تمشي معاك ماماك ولا خوك ولا شي واحد نعرف شي حال قرا صافي حيدو على قولك يا ماما تفقين. التغذيه ضروري نهار قبل يا نورمالمون راه سيمانه قبل خصك تهتم بالتغذيه، حيت نورمالمون فاش كتكون كتبريباري راه الدماغ ديالك كيستهلك الطاقه، راه الطاقه اللي كيستهلك الدماغ راه اكثر عضو كيستهلك الطاقه في الجسم كامل هو الدماغ. يعني راه مع المرات كتكون كتبريباري كتراجع كتحس كتكون عيان كثر من واحد كيصنادق وكيزدرم لو كي كتكون حتى عيان كثر من علاج، حيت الدماغ كياخذ الطاقه كثر من العضلات كثر من الاعضاء الاخرين تفقين. دونك الدماغ راه كياخذ الطاقه ملي كتكون كتبريباري وتحفظ الطاقه ديالك كتضيع. دونك اهتم بالتغذيه ديالك، ماشي التغذيه تمشي تاكل شيبس ولا تاكل اندومي ولا شي ماكله زيت العود، الخبز الخبز بالنخاله، الخبز بالبلبوله، الحرشه المسمن، كل داكشي ديال الدار. وكنتم بالتغذيه ديالك النوم طونسيون ديالك طونسيون، عرفتي مشات طاح لك طونسيون نهار الامتحان غتعاني وغدوش الامتحان ديالك، غيهزوك في السبيطار غيهزوك في البايراس وغيدوك في الامبيلونس. دونك النوم النوم اهتم بالنوم ديالك، راه الطونسيون ديالك طونسيون ديالنا النوم ديالو النوم هو اللي كيهتم هو اللي كيطلع الطونسيون اللي هبط الطونسيون. يعني كنتي ناعس مرتاح مزيان الطونسيون ديالك كيكون مقاد كتكون اليرت، كنتي ما ناعش مزيان تيكون الطونسيون طايح لك كتبقى غادي داخل دايره مراجعة ضروري من المراجعة. ما تقولش لي لا نهار قبل الامتحان نمشي نسافر لإفران ولا نمشي لا سيدي ما كاين لا سافر لا حتى شي حاجة، تبت داركم جمع أدواتك جمع السيلوات ديالك جمع المسطرة جمع الكشوبة جمع كلشي قادو حطها هضر ماشي حطها امشي حطها مرتاح فيها، ماشي غادي قارج راسك بحال هنا دابا مقشوش لا مرتاح تفقين. ديما دي معاك شي حاجة ديال البرد ودي معاك فوق منك الجاكيط، يعني مثلا دي معاك شي تريكوكم ياكل دي معاك الجاكيطة باش إلا كان البرد ضرب الجاكيطة كان الصرا تهلي ديك الجاكيطة وتحطها، يعني باش تكون مرتاح. دي معاك قرعة الماء مابقاش كل مرة غادي بزاف باغي نشربها ما يخليوش تشرب دي معاك قرعة مزيان. دابا غنشرح ليكم كيفاش تحسب النقاط، كيفاش تحسب كل سؤال تعرف شحال ديال الوقت خاصك دير ليه تفقين. هذا السؤال خاص يدير ليه 5 دقائق، هذا خصني ندير جوج دقائق، هذا ضروري مكانة ضروري دي معاك مكانة اتونسيون. دونك الامتحان ديالك غدوزو في ساعتين، الناس اللي غيدوزو امتحان في 3 سوايع ولا 4 سوايع كتب هنا 4 متفقين. دونك الامتحان غدوزو في ساعتين وعليه 20 نقطة، الامتحان غدوزو في ساعتين وعليه 20 نقطة، هاد الساعتين حولتها انا لدقائق يعني 120 دقيقة. دونك الامتحان غدوزو في 120 دقيقة وعندك عليه 20 نقطة، مثلا واحد السؤال عليه 0.5 واحد السؤال عليه 0.5 شحال ديال الوقت خصني ندير فيه، حيت بزاف منكم كيضيع الوقت اسئله ما خصوش يضيع فيهم الوقت. يعني واحد السؤال انت خاصك دير ليه شويه الوقت كدير ليه طون ديال الوقت ضيعتي عليه ساعه ديال المكانه وراه عليها نص نقطه واش فهمتوا كيفاش. دونك سؤال عليه نص نقطه هاي الطريقه الثلاثيه الماط الماط داخل في اي لعب غنضربو 120 في 0.5 غنضربو 120 في 0.5 وغنقسموها على 20 غتعطيني 3 دقائق. تأكدوا ليا ضرب 120 في 0.5 وقسمها على 20 غتعطيك 3 يعني 3 دقائق. يعني سؤال عليه نص نقطة عبر عليه بكابل في المكانة 3 دقائق، إلا شفتي راسك فتي فيه 3 دقائق خليه بعد ديما ندير فيه خليه ودوز السؤال الآخر. قاعدة هادي ديرها في دماغك، سؤال عليه نص نقطة عبر ليه 3 دقائق، شي راسك خرجتي في 3 دقائق مزيان، فاتت 3 دقائق وانت باقي ما خرجتيش الله يرحم الوالدين خلي مع الدنيا ندير فيه، ماشي انا نبقى نضيع وقتي على 0.5 ونخلي 19.5 نخليها. واش متفقين معايا؟ هكذا بالنسبه لجميع الاسئله. دونك دير لنا 0.75 غتعطيك مثلا شي سؤال عليه 0.75 غدير 0.75 في 120 تقسم على 20 غتعطيك 4.5 يعني 4 دقائق ونص
يعني بعد شي سؤال عليه صافي خمس سبعين بعد دقيقه ونص وبقى غادي بحال هكا شي سؤال عليه نقطه عليه جوج نقاط وحسب داكشي باش الا وصلتي مثلا سؤال عليه صافي 75 وانت ضارب فيه 10 دقائق راه ما يمكنش واش متفقين هادشي هو كيفاش تحسب كل سؤال شحال عليه شحال خصك دير عليه ديال الوقت متفقين دونك كان هذا هو الفيديو درت لكم فيه جميع المعلومات اللي غتحتاج المعلومات والتغذيه والدعاء والنوم وهادشي كامل درتو لكم هنا في هذا الفيديو بون كوراج الله يسر لكم اي واحد عنده شي امتحان الله يسهل عليك اي واحد عنده شي حاجه غدا غدوز امتحان غدا ولا بعد غدا شوف كل واحد يمشي غيدوز امتحان الله يسهل عليكم بون كوراج حتى شي حاجه ما تخلعكم بريباريتي تقاتلتي درتي اللي عليك ربي ما غاديش يخيبك عمر ربي يخيب شي واحد تقاتل على شي حاجه ربي راه كيشوف تقاتلتي سهرتي الناس ناعسه وانت فايق تبريباري الناس ناعس الصباح ناعسه حتى 12 انت لا نايض مع 6 بريباري وتمشي وتراجع وتدخل عدد اليوتيوب وتدخل عدد الجوجل ودير السويعه هنا ووالديك حتى هما مساكن مع الدبي ربي ما غاديش يخيبك الله يعاونك الله يستر لكم تلاقاو فيديوهات ديال الدوره الثانيه.